السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله زوار قناة شاي العصار في درس جديد من دروسنا. درسنا النهاردة بإذن الله بيهم المدرسين ومستخدمي الباوربوينت بصورة كبيرة، وهو كيفية عمل شريط إخباري أو نيوز بار. طبعا كلنا بنتابع القنوات التلفزيونية وعارفين الشريط اللي بيبقى موجود تحت أسفل القناة وبيتم استعراض أهم الأخبار عليه أو الأخبار العاجلة. احنا هنحاول نطبق نفس الشريط ده ولكن على الباوربوينت، وهو بيهم المدرسين بصورة كبيرة علشان بيدي نوع من أنواع التشويق للطلبة لو استخدمته مع عرض الباوربوينت اللي أنا بشرح من خلاله الدرس بتاعي. نبدأ على بركة الله نشوف الشريط الإخباري ازاي بنعمله، وقبل ما نبدأ نشوف مع بعض شكل الشريط الإخباري ده في درس من الدروس، واحنا استخدمته هنا في درس من دروس مادة العلوم. نشوف شكل الشريط الإخباري. زي ما احنا ملاحظين تحت، الشريط الإخباري اللي انا حطيته خصصته للطلبة المتفوقين في شهر من الشهور، وبيبدأ طول ما السلايد او الشريحة شغالة هو الشريط معايا وبيعرض اسامي الطلبة. طبعا انا بحاول ان انا استخدمه بحيث ان انا ملفتش او مجذبش انتباه الطلبة ليه طول الوقت، يعني من الافضل ان انا احطه في المقدمة او مع شريحة ما يكونش فيها شرح، يكون فيها مثلا حل تمرين او استراحة او نشاط علشان ما اجذبش انتباه الطلبة ليه وما ينتبهوش معايا في الدرس او في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. نبدأ على بركة الله نشوف ازاي هنعمل النيوز بار او الشريط الاخباري ده. ده عندي عرض الباوربوينت من غير إضافة الشريط الإخباري. أول خطوة هنضيف شكل الشريط الإخباري أسفل الشاشة من خلال قائمة Insert، وبعدين Shapes أشكال، هختار الشكل المستطيل وأضيف الشريط في المكان اللي أنا عاوزه وبالحجم اللي أنا عاوزه. طبعا ممكن أغير اللون بتاعه لأي لون أنا محتاجه أو بفضله، إحنا نخليه معانا اللون الأزرق. يبقى دي أول خطوة، حطيت شكل الشريط الإخباري من خلال قائمة Insert. برضو دي تاني خطوة، أضيف مربع نص أو تكست بوكس داخل الشريط الأزرق. بقى أنا عملت الشريط الإخباري اللي لونه أزرق، ضفت جواه مربع نص اللي أنا هكتب جواه النص اللي أنا محتاجه. أبدأ أكتب النص. نغير لون النص الأبيض عشان يبقى ظاهر. نغير الحجم. نغير الحجم بعدين. والأسماء. كده ضفت أسماء الطلبة أو النص أيا كان، ممكن أحط نص له علاقة بالمادة العلمية اللي أنا بشرحها أو بخبر أو بمعلومة، معلومة خارجية ولكنها بتتعلق بالموضوع اللي أنا بشرحه. أبدأ أكبر النص بعد كده وأخليه مناسب لحجم شريط الإخباري. بكبر النص من خلال الأرقام اللي موجودة في خانة الفونت أو الخطوط. أو من خلال حرف الـ A الأعلى مثلث رأسه الأعلى، أو حرف الـ A الرأس المثلث الأسفل ده لتصغير الحجم، والرأس المثلث الأعلى ده لتكبير حجم الخط. كده أنا كتبت النص اللي أنا محتاجه. أبدأ على النص ده أضيف حركة النص، إزاي النص هيتحرك، ده بضيفه من خلال الأنيميشن. نراجع مع بعض اللي احنا عملناه. بقى انا عملت الشريط الاخباري اللي هو لونه ازرق، ضفت جواه مربع نص وكتبت النص اللي انا محتاجه وظبطت الخط حجمه ونوع الخط ولون الخط.
بعد كده أبدأ أضيف على مربع النص الأنيميشن من خلال التبويب اللي اسمه أنيميشن. بختار هنا أنيميشن اسمه فلاي إن، فلاي إن. بعد كده بعد ما اخترته أروح على الإفكت أوبشن، اختار خصائص الفلاي إن أو خصائص الأنيميشن ده إزاي، أنا عاوزه يتحرك منين، من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. احنا هنختار هنا علشان اللغة عربية نختار فروم ليفت، بحيث اللي هو يتحرك من اليسار فأقدر أقرأ النص كويس. نشوف شكل العرض بقى عامل ازاي. طبعا لاحظنا هنا ان النص جه بسرعة ووقف. نبدأ نعدل بعض الخصائص بحيث ان النص يفضل متحرك معايا طول الشريحة ويمشي ببطء. من خانة الانيميشن هروح على الوقت بتاع الانيميشن الديوريشن، هخليه انسب وقت للشريط الاخباري 10 ثواني. وأخلي الستارت اللي هو يبدأ مش مع كليكة الماوس، لا مع ويز بريفيوس الشريحة السابقة، يبقى هيبدأ معايا مع بداية الايه الشريحة اللي معايا. في هنا خطوة نضيفها، نشوف الأول شكل السلايد بقى عامل ازاي. بمجرد ما الشريحة بدأت ظهر معايا الشريط الإخباري وماشي ببطء وتوقف. احنا عاوزينه يستمر في الايه في الحركة ويختفي ويظهر مرة تانية زي الشريط الإخباري بالظبط في القنوات التلفزيونية. فهنروح لخانة الأنيميشن من إفكت أوبشن، في تحتها مثلث سهم صغير أفتحه. من خانة التايمينج بختار الريبيت اللي هو التكرار وأخلي until end of slide، يبقى يفضل معايا لغاية السلايد ما تنتهي. أنا كده ظبطت الحركة بتاعة النص اللي عندي. نشوف شكل السلايد بعد ما عملنا الخطوة دي. بدأ يظهر مع بداية السلايد وماشي، البطء بتاعه معقول، سرعته معقولة، اختفى وظهر تاني. لكن هنلاحظ ان اختفائه فيه شيء من القصور، اختفاء مفاجئ. احنا هنعالج دي بالخطوة اللي جاية. نراجع مع بعض اللي عملناه. يبقى اول خطوة عملت الشريط الاخباري، ضفت جوه مربع نص وكتبت النص اللي انا عاوزه، ظبطت النص كحجم خط وكلون خط. بعد كده دخلت على الانيميشن، اديت للنص اللي انا عملته انيميشن فلاي ان، ظبطت الإفكت أوبشن اللي تو من اليسار، طبعا لو بكتب مادة إنجليزية هتبقى من اليمين. ظبطت الوقت بتاع الأنيميشن خليته 10 ثواني، خليت بداية حركة الأنيميشن مع بداية الشريحة من ستارت خليتها ويز بريفيوس. غيرت التايمينج خليته الريبيت بتاع النص until end of slide عشان يفضل معايا لغاية نهاية السلايد. المشكلة الأخيرة أو الترتيب الأخير اللي هنعمله اللي أنا أخلي السلايد يتحرك ظهوره واختفائه بشكل سلس، مش اختفاء مفاجئ زي ما كان موجود معانا. أنا بعد كده هاخد النص اللي هو المربع النص زي ما احنا شايفين وحركه خارج السلايد بتاعي، بره خالص السلايد بالشكل ده. بعد كده افعله واعمل له كوبي وبيست من خلال لوحة المفاتيح. بضغط على كنترول سي علشان اعمل له كوبي، بعدين كنترول في علشان اعمل له بيست. هيظهر معايا بالشكل ده، ظهر لي نفس النص اللي انا عملته ولكن مره ايه مره تاني. النص الجديد هبدا اظبط بعض الاعدادات لي
وهو حاجة هنا اسمها الديلي أو التأخير. أنا لو فضلت شغلته زي ما هو بنفس الخصائص اللي موجودة على النص الأول، النصين هيجوا فوق بعض، يبقى أنا ما عملتش حاجة. لا، أنا بس هغير الديلي، أخليه نص الوقت بتاع الأنيميشن. يعني وقت الأنيميشن لو أنا عامله 10، أخلي الديلي بتاع النسخة اللي أنا عملتها 5. لو أنا عامل الديوريشن 20، أخلي الديلي 10. بعد كده لازم أخد بالي إن أنا أحرك النص الجديد اللي أنا عملته وأخليه على النص الأول بالظبط، بحيث يبانوا أكنهم نص واحد أو مربع نص واحد. نشوف بقى العرض بتاعنا بعد ما ظبطنا الإعدادات. طبعا ملاحظين بدأت الخط الإخباري بيختفي ويظهر بطريقة سلسة. ده بالنسبة لطريقة عمل الشريط الإخباري. يبقى أنا كده عملت الشريط الإخباري في أول شريحة. طيب دلوقتي أنا لو عاوز أعمل نفس الشريط الإخباري اللي أنا عملته في الشريحة الأولى، أكرره في الشريحة التانية. هنفعل الثلاث حاجات اللي احنا عملناهم في الشريحة الأولى، اللي هو مربعين النص والشكل المستطيل. بس علشان أشاء أفعل التلاتة أو أختار أظللهم التلاتة مع بعض، أبعد مربعين النص عن بعض وأضغط على كنترول وأختار التلات أشكال اللي عندي. أنا ضغطت ضغطة بالماوس على كل واحد وأنا صوباي على الكنترول، بحيث أفعلهم هما التلاتة معايا، وأعمل لهم كنترول سي بحيث إن أنا أعمل لهم نسخ، وأروح على الشريحة اللي أنا عاوز أعمل لها الشريط الإخبار الجديد وأعمل لهم كنترول في كده. أنا نقلت الشريط الإخباري بمربع النص بنفس الأنيميشن اللي أنا ضايفه عليه، ما تغيرش فيه أي حاجة زي ما هو واضح كده. هو ده مربع النص الأول، واخد 10 ثواني وتأخير 5 ثواني. المربع النص الأساسي مدته 10 ثواني وفلاي ان. في بس مشكلة صغيرة، اللي أنا عندي أنيميشن موجود في الصفحة طبيعي، اللي هو اللي أنا عامله على الشرح بتاع الصفحة. فأنا عاوز أعيد ترتيب الأنيميشن بتاع مربع النص، بحيث اللي هو الشريط الإخباري، بحيث اللي هو يظهر لي مع بداية الشرح. فأدخل على في حاجة هنا مع الأنيميشن اسمها أنيميشن بين، أفتحها. وطبعا شايفين احنا اخر اتنين اللي هو تكست بوكس تكست بوكس، دول اللي هو الانيميشن الخاص بالشريط الاخباري. ابدأ بس اسحبهم لفوق لاول الشريحة بالشكل ده، ارجع المربعين النص على بعض وابدأ اشوف شكل الشريط الاخباري هيبقى عامل ازاي. بدأ معايا مع بداية الشريحة وأنا شغال على الشريحة شرح، هو شغال معايا وبيختفي وبيظهر والشريحة شغالة، مفيش أي مشكلة مع الشريحة. يبقى أنا كده اتعلمت أعمل الشريط الإخباري في أول شريحة عندي، اتعلمت إزاي أنقله في شرايح تانية، ولو حبيت أغير في النص أغير النص مفيش أي مشكلة. ده كان درسنا النهاردة، إزاي أعمل الشريط الإخباري. يا رب أكون وصلت لكم معلومة جديدة، وإلى لقاء آخر في دروس جديدة إن شاء الله مع قناة شاي العسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.